انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو من أجواء زواج الشاب ربيع طليق هيفا ماجيك بعد فترة من طلاقهما. والصادم أن ربيع تزوج من حبيبته الجديدة التي بدأ بالظهور معها فور انفصاله عن هيفا ماجيك، حيث تصدرت الفضائح بينهما. وفور انتشار الخبر اتجهت الأنظار إلى هيفا لمعرفة ردة فعلها على الموضوع، إلا أن خبيرة التجميل لم تظهر أي رد فعل على الموضوع بل تجاهلته بالكامل، حيث نشرت صوراً ومقاطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون ذكر طليقها، إلا أنها كانت قد أشارت سابقاً إلى أنه يهوى الجنس الواحد في ردها على الانتقادات الذي وجهها لها. وكان قد فضح ربيع حبيب هيفا ماجيك السابق سبب انفصاله عنها في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، يتحدث فيها عن عدة عوامل تدفع الشاب لترك حبيبته. حبيب هيفا ماجيك قال إن الشاب يترك حبيبته لعدة عوامل، منها أن تكون لا تهتم بنظافتها الشخصية أمامه وفي المنزل معه. وكشف ربيع أن المرأة يجب أن تهتم بنفسها لدرجة كبيرة وبشكلها الخارجي حتى في المنزل، ويجب أن تكون دائماً مرتبة ولديها ستايل خاص بها وليست منكوشة. مع ردة فعل كأنه يشعر بالقرف. وأشار ربيع إلى أن هذه الأمور أساسية، خاصة الاهتمام بالرائحة، لأنه سيصل لمرحلة يسأل نفسه هل هناك أفضل منها ويقرر تركها. إضافة إلى ذلك، عدم تطور شخصية الفتاة بشكل دائم، خاصة مع تقدمها في العمر وأنها لا تزال لديها نفس الأفكار والمواقف، فهذا الأمر يتعب الشاب. كما تحدث عن عدم احترام الفتاة لوالديه، وهذا الأمر مزعج ولن يمر مرور الكرام، حيث قال الجمهور أنه يلمح لأسباب انفصاله عن هيفا، وانصدم البعض بطريقة كشفه بهذه التفاصيل.